قريبه للزبون المستهلك وخامه قريبه ليا انا بضيع كشغل، وحاجه مختلفه عن يعني في ناس كتير شغاله في الخشب، في ناس كتير شغاله في المحتر البيض وكده، حاجات قليله. فرحت قلت الخامه دي انا اشتغل عليها خامه قريبه، خامه بسيطه، خامه مختلفه، واطور منها وابدا اعمل منها حاجه تبقى شكلها مفيد. نبدا بمستوى الاستحضار، ابتدي يجي لي القرن خام زي كده، ببدا اشوف الشكل المطلوب مني، ببدا اطلعه، ابدا انقي من القرن دوت للقرن دوت، طبعا في كبير في صغير، في ضيق في واسع، على حسب الشكل المطلوب مني. بحلم ان انا اوسع المجال واكبره وابدا اصدر شغلي ورا ان شاء الله.